وتمثل الهبطات بالإضافة إلى أنها تسهل على الناس أمورهم في الحصول على أضاحي العيد المحلية بكل سهولة ويسر، فإنها كذلك مكان التقاء وفرح. ومن العادات التي حافظ عليها العمانيون رغم تغير أحوال الزمان وتطور التجارة وحركة البيع والشراء. وتبقى أيام العيد المباركة أياماً طيبة في السلطنة يحتفى بها في أجواء من الخصوصية العمانية التقليدية، ويفسح فيها المجال للطفولة بأخذ حقها من الفرحة والبهجة والسرور، حيث يرتدون أزهى ملابسهم العمانية ويمارسون ما يملأ قلوبهم فرحاً وسعادة في أجواء احتفالية يتشارك فيها الجميع. Perfect.